سلام تام.
Oh,
يلي كواه الحزن يمن أرض البغاء
لا يؤمنون. إنما تنذر
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. الفاتحة. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ محمد مندور يعطينا موعظة جميلة درس ديني قصير بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويقول ربنا عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نحن يا أخواننا، يعني نحن نتكلم، أنا ما راح أحكي كثير، حاول قد ما في ما أحكي بالفصحى، عشان هيك أحكي بلغة مفهومة وأسهل بسبب بعدنا هذه الأيام عن تعلم العربية، فصار التكلم باللغة العربية الفصحى يفهم أقل من أنك تحكي مع الواحد. أما القرآن والحديث ما في تحكي بالعامية، بدل تحكي كما أنزل وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن هنا نجتمع لله تعالى ونعمل الخير لله، وبعد أن نفعل هذا الخير نسأل الله تعالى أن يوصل مثل ثواب ما فعلنا من الخير إلى روح أخينا رامي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة. هلا اجتمعنا لله، يعني من فينا اجتمع على حب أخينا الذي فقدناه من فترة، ومن منا اجتمع لأنه دعي لهذه المناسبة، ولكن من يدري من التالي؟ من الثاني؟ من الذي سنجتمع بسببه؟ الله أعلم. فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. ما تفكر أنك تنال الجنة بالبعد عن الدين، لا تفكر أنك تنال الراحة في القبر بالبعد عن الدين، لا تفكر أنك تنال رضا الناس بالبعد عن الدين، لأنك ابتعدت عن الدين وكفرت بالله أسخطت الله ولم يرضى عنك الناس. اثنيناتهم خسرانين، يعني لا هون ربحان ولا هون ربحان. في الآخرة
الإنسان بحاجة إلى العمل الصالح. هذا العمل كيف يكون مقبولا وكيف يكون صحيحا وكيف يكون الإنسان مأجورا عليه، يعني لك فيه ثواب؟ شو يعني لك فيه ثواب؟ يعني عندما تؤتى كتابك يوم القيامة ترى في كتابك أنك فعلت كذا وكذا من شو؟ من الحسنات. هذه الحسنات، هذه الأعمال، الله تعالى أرسل أنبياء ليعلموا الناس كيف تكون سلامة العقيدة وكيف يكون سلامة العمل. الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة. شو يعني أمة واحدة؟ يعني كان البشر كلهم على دين الإسلام. من أول البشر؟ سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم نبي ورسول، علم أولاده الإسلام، علم أولاده أصول المعيشة. ما صحيح ما يعلم لأولادنا في المدارس أو لأولاد المسلمين أن الإنسان الأول كان محدود بالظهر، عارٍ حامل الرمح؟ الإنسان الأول هو آدم. ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هذا الإنسان الأول، النبي الرسول آدم عليه السلام، علم أولاده الإسلام وعلم أولاده أصول المعيشة، علمهم كيف هذا القمح اللي بناكله نحن خبز كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يطحن وكيف يعجن وكيف يخبز. ما كان الإنسان الأول كما يصور في الكتب. هذا التاريخ ليس من وضع الثقات، ليس من وضع المسلمين. فلا تترك أولادك يعني لا تترك أولادك ليملأهم من لا يعرف دين الله بما يشاء. لا، ستسأل يوم القيامة. أنت يعني تزوجت وخلفت وإنك أولاد، مش ما فرض عليك بس إنك تطعميهم وتشربهم وتأمن له بيت، لا، كمان في شيء أمر آخر. أنا ليش عم بحكي هذا الموضوع يا أخوان؟ الواحد منا يوم القيامة بحاجة للعمل الصالح، المؤمن بحاجة للعمل الصالح، والمؤمن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا الولد الصالح كيف بده يطلع صالح؟ كيف بده يطلع صالح؟ انك تتركه وتطلع على شغلك من الساعة 6:30 بترجع نصك بالفرشة قد يقال: هذا الولد مين بدي ربي؟ الأم أنجأت لحق تركض كل النهار على أكله وتجهز له الأولاد. فينشأ الولد، يكبر الولد، تطلع تراه أبعد ما يكون عن دين الله. لا، عندك مشغول بطعام والشراب. وللأسف قليل، ما بعرف قديش، ما بديش أقول أحكي بالنسبة، قديش من منا من يقنع بالقليل. احيانا هذا المال نجمعه ونجمعه ونجمعه، بيجيك واحد من الورطة انت بالاصل ما كنت تعطيه، بياخذ هذا المال بيرش، وحق له، حق في دين الله انه كان من الورطة بياخذ لو انت كرهه، لكن ان كان له حق. فلا تشغل نفسك بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله، الا ذكر الله أي طاعة الله. وما ساعد على طاعة الله مثل شو؟ مثل العمل الصالح، وعالما ومتعلما. عالم بشو؟ عالم بأمور الدين، عالم بما ينفع الإنسان بعد الموت، ومتعلم على سبيل النجاة، يعني يتعلم حتى يعرف ما ينجيه يوم القيامة وغير ذلك. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما استفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، من أهل السماء؟ الملائكة. كم سماء في؟ سبع سماوات. أديش سمى كل سماء؟ 500 عام. أديش في بين كل سماء وسماء؟ 500 عام. هذه السماوات مسكن لمين؟ للملائكة، ليست مسكنا لله.
لأن هذه السماوات من خلقها؟ الله، يعني كان موجودا قبلها. وسبحان الذي يغير ولا يتغير. فهيك نحن نعرف ان نحن صغار. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لو عذب اهل ارضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لان الله تعالى ليس بظلام للعبيد. ان امات الله ولدك وامك واباك وافقدك مالك وافقدك صحتك وافقدك عيالك وافقدك كل من تحب، هو يتصرف في شيء هو يملكه سبحانه. فليس لك ان تتسخط على الله، لان ان تسخطت على الله وقعت في الكفر. لا بالدنيا بتخلص ولا بالاخره بتخلص. لو في هذه الدنيا اكلت ما اكلت، الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن يحب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الله لو عذب اهل ارضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم. يوم القيامه يؤتى بانسان مسلم من كثره اسرافه، قد ما كان يقع بالحرام، تقول له الملائكه تساله: ما بتذكر ولا حسن عمله. أدمن غلطان بالمعاصي، ولكنه شو مات؟ مات على الإسلام. هذا أهم شيء. فيقول له الملائكة: بلى. يخرج له بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. توضع في كفة الحسنات، فترجع كفة الحسنات فيدخل الجنة بلا عذاب. هذا من فضل الله. ولكن هذا الإنسان شو؟ مسلم. غير المسلم لا حسنة له يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعذبهم، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا. شو أحد؟ وين؟ بمن؟ تخيل جبل، تخيل أنت عندك جبل من ذهب وأنفقته، بنيت فيه المساجد، بنيت فيه المصليات، حررت فيه فلسطين، حررها الله، آمين. وفعلت ما فعل، ماذا قال النبي؟ ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. بكلامنا يا أخواننا يتردد بين الناس أمور. بيقول لك مثلا لو إنسان مات ب شو مثلا، قد يقال وقتها كان دارج الكورونا، هلا شو في كورونا؟ مات بالكورونا. بيقول لك: كيف مات فلان؟ بيقول لك: بالكورونا. كيف مات فلان؟ خلص عمره. كيف مات فلان؟ نام وما ماشي. كيف مات فلان؟ مثلا قتل مظلوما. كيف مات فلان؟ غرق في البحر فمات. كيف مات فلان؟ تردى من اعلى فمات. كيف ماتت هذه المراه؟ كانت تضع حملها فماتت. هذا كله قضاء وقدر. مش انه هيدي اسباب، واللي مات ما حدا عرف كيف مات، بهذا قضاء وقدر، وهودي منه قضاء وقدر، لا، هذا غلط. الله تعالى شاء لمن يموت غريقا ان يموت غريقا. ولمن مات بالكورونا ان يموت بالكورونا. ولمن مات بالكانسر أن يموت بالكانسر. هذه الأسباب تعددت، والموت واحد، والموت واحد. فهذه الموت حقيقة كلنا مسلمين فيها. هلا بيقول لك: نحن ما متنا بس ما شفنا اللي مات. طالما تعرف أنك ستموت، ماذا أعددت لما بعد الموت؟ في الماضي كان في مجلس سيدنا سليمان عليه السلام رجل دخل سيدنا عزرائيل عليه السلام. مين عزرائيل؟ دخل رجل إلى مجلس سيدنا سليمان عليه السلام، أو كان فيه شخص، فنظر إليه سيدنا عزرائيل. عزرائيل هو من أفاضل الملائكة، من رؤساء الملائكة،
يعني مثبته شو؟ كفر مخرج من دين الله. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. ابن فرحون المالكي، شو يعني مالكي؟ على مذهب مين؟ مذهب الإمام مالك. إنه هذا على مذهب مالك ومذهب الشافعي هذا ليس فرقة للمسلمين، هذا لا يقول به إلا جاهل. تعدد الأئمة هذا رحمة. يعني أنت مثلاً إذا أخذت بمذهب الإمام مالك ما عليك غبار، إن أخذت بمذهب الشافعي ما ليس عليك غبار، إنما أنت مأمور إنك تقلد إمام من المجتهدين. ماشي؟ فهؤلاء الأئمة كيف ارتفعوا وكيف اشتهروا؟ بتقوى الله، مش بالمال، ليس بالمال وليس بأمور أخرى. ماشي؟ فسيدنا عزرائيل عليه السلام نظر إلى هذا الشخص فقال، تعرف أنتم من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام أن الله تعالى سخر له الريح. قال له سيدنا سليمان ابعثني على الهند. قال هذا الرجل لسيدنا سليمان ابعثني لوين؟ على الهند. فماذا قال سيدنا عزرائيل؟ أن سيدنا عزرائيل أمر أن يقبض روح هذا الإنسان بالهند، فأرسل إلى حيث كتب له أن يموت. فالموت لا بد منه، الموت القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار، إما جنة وإما نار، إما عذاب وإما نعيم. ففي القبر يا أخوانا في نعيم، وفي القبر فيه شو؟ عذاب. الله تعالى ماذا قال؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ماذا قال العلماء؟ المعيشة الضنك هي المعيشة الضيقة في القبر. كيف تنجو من عذاب الله؟ أن تتعلم كيف النجاة من عذاب الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر، مجالس الحلال والحرام، وهذه المجالس الملائكة تحفها بأجنحتها. أغلب الناس اليوم على ماذا تجتمع؟ مثال لعب الورق. شو بيعرفني يعني أنا؟ الحمد لله الله أبعدنا عن مثل هذا، ولكن لنقول بالعموم على مجالس لا خير فيها. ما هي؟ غالب الناس هذه الأيام، أنتم تعرفون أنا بعرف، على شو اجتماع؟ يا مركبين مقلي طفلين، مش هيك بيقولوا عنا، هيك بيقولوا عنا بالعامية، ما بعرف إذا عميتنا غير عمية بطشة، بلا يمكن أنا سأل، مركبين مقلتوا على غيبة. شو الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما فيه بما يضره لو بلغ. بيقول لك ترتقي لا يا زلمة، بلاش عم تقول عنه هيك. بقول لك أنا بقول له بوجه. إيه لو قلت له بوجه حرام، إنه بوجه حرام وبقى فيه حرام. إنه يعني إذا قلت له بقى فيه بصير حلال، لا. هذا حرام. أعطيكم مثال آخر. مش رح أسأل السؤال أنا لأنه قد يقال قتيل محرج. رح أسألكم عن الناس اللي بتعرفوها. كم من الناس إذا بال نظف حاله ما لوث حاله بالبول؟ كثير بينظف ولا ما بينظف؟ بينظف. بعض الناس شو بيصير؟ بيقول لك خلص انا بسرع على البيت بغير ثيابي وبتوضا وبصلي. فيلوث بدنه بشو؟ بالبول. اكثر ما يكون سبب لعذاب القبر عدم الاستنزاف من البول. استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه، كهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا بجيلي، أنا كنت أرى من الشباب اللي هن من جيلي بيبول بيلبس وبيمشي لك، يعني ما لحقش نقطع اللون، ما لحقش يطلع هاللون منك، فيلوث بدنه. وهيدي شو أمر بعض الناس قد ما يوقف عليها، ما هيك؟
ماذا قال النبي؟ فإن عامة عذاب القبر منه. تخيل هذا الأمر لبعض ما لا يذكره، شو هو سبب العذاب في القبر؟ كذلك النميمة، نقل الكلام بين المسلمين للإفساد، هذا شو كمان سبب لعذاب القبر. هذا الحرام كيف تبتعد عنه؟ أنك تتعلم أنه حرام وتبعد عنه، سهل، هذا الدين يسر. أما إن بقي الإنسان غارقا بالجهل، غارقا بالمعاصي، عم بيأجل، فيأتيه ملك الموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا تأمن، لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منها، والترس ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. والأمر الثاني الأخطر، شاع وانتشر بين كثير من الناس كلام مخرج من دين الله، لا يرى به الإنسان بأسا، لا يراه ضارا، لا يراه مؤذيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه البخاري ومسلم ورواية أخرى بالترمذي، إن العبد لا يتكلم بالكلم لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار الدائم 70 خريفة، 70 خريفة في النزول في نار جهنم، ذلك مكان خاص بمين؟ بالكفار. فإذا كانت هذه الكلمة تؤدي إلى مكان هو خاص بالكفار، شو بتكون هذه الكلمة؟ كلمة الكفر. لا ينجيك يوم القيامة مجرد أن اسمك محمد، أو مجرد أن اسمك عبد الله، ولا أن ليس بعض الأنبياء، سيدنا نوح عنده أولاد مدعو على الكفر، وأبوهم شو؟ من أولي العزم، من أفضل الأنبياء، من أفضل الرسل، ما هيك؟ لا ينجيه، بدك أنت تسعى في نجاة نفسك. فإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، وفي رواية لا يراها ضارة، وفي رواية لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عام في النزول، وذلك منتهى جهنم وهو خاص بمين؟ بالكفار. كيف نعرف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، شو سمعهم؟ سمعوا ضجي، صوت قوي. قال لهم الرسول، أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي في جهنم منذ 70 عاما، الآن وصل إلى قعره. قعر جهنم عذاب، وجهنم شو؟ من جهنم الحمراء، أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الكلام، من فترة كنت أنا مع شخص عم يحكي أنا وياه ببعض الأمور، بهذا المجلس يمكن 3 أو 4 كفريات، إنسان ينتسب إلى الإسلام، وإذا أقيمت الصلاة بأم ويأتي بسلطة الصلاة، 4 كفريات. قلت له ماذا تفعل المشايخ؟ شو عم يحكوا؟ إن لم يحذر من الكفر عن شو عم يحكوا؟ إذا أنا قعدت هلأ أبحث معكم من اليوم الصبح، هل أنه نبقى على البترول ولا نبقى على الطاقة الشمسية؟ كل واحد بيطلع برأي. هذا شو بيعمل لي يوم القيامة؟ أنا شو بيعمل لي بقبري؟ هذا النقاش شو بيعمل؟ أنا أريد ما يعني إنسان مثلا معه كانسر وعم بيموت، وعم يبحث الأطباء كيف بدي أصوله ضفره، بيكونوا أطباء ولا مش رح نقول الكلمة اللي بعد. ينظر الإنسان ما ينجيه يوم القيامة. إلى متى تريعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس؟ إذا الناس رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذه هي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك كلمة من آله، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول لك الكلام ما في عليه جنبك،
الله تعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى اللي بقلبك اللي ما عم تحكيه كيف لسانك؟ يا لسان هكذا قال الصحابة، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ولا ينجيك أنك مفكر أنه هذا صح. الله تعالى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف بدك تعرف؟ بتعلم علم الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس بظن أن سيدنا عيسى جاء بغير الإسلام وبيعيش بين المسلمين، يقول لك أهل كيف؟ صح، ولكنهم ليسوا مسلمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وسينزل سيدنا عيسى عليه السلام وسيعمل بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر سيدنا محمد. ولم يأتي موسى عليه السلام باليهودية، إنما هو نبي رسول جاء بالإسلام. هذه الأمور أن الله تعالى لا يشبه شيء، أن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، أن الله تعالى قادر على كل شيء، هذه من الأمور مطلوب تعلمها لأولادك. بعض الناس ينسبون إلى الله العجز، إذا لقطوا البوليسي مثلا ديرفوت يعني على علمي ديرفوت أغلبوا السرعة فيه، يعني إذا طالع 120 وساحب المعلم وقفوا البوليسي. طلعوا التيكت أصدروا الدرايفرز لايسن وحملوا السيارة، تشكى لميو أو تشكى لبعض الناس فيقول العياذ بالله هي ربك ما عاد في طلع له إياها، ما هيك؟ عم بحكي أنا خيال يا جماعة؟ أليس هذا كلام يسمع؟ هذا نسب العجز إلى الله يا جماعة، هذا لم يعبد الله إنما عبد شيء عاجز، هذا حرام عليه الجنة إن مات على هذا الكفر أو ضيع شغله. فيقول له إذا ربك ما بيعرف وين، هذا كلام يسمع أم لا يسمع؟ موجود ولا لا؟ هذا مخرج من دين الله. من قال هذا الكلام ومات عليه حرام، حرام إنك تترحم عليه، حرام إنه يدفن في مقابر المسلمين. ليه؟ لأنه ليس من المسلمين، هذا شرع الله، حرام تترحم عليه. يعني أنا مثلا إنسان مات على الكفر ماشي، أو إنسان مسلم وإجا مثلا عملت له أنا حفل، فجاء إنسان يسب الله إلى الحفل وقرأ الفاتحة ما صحت منه وما قبلت، وهذا الميت ما بينتفع بعمل هذا الإنسان. ليه؟ لأنه ليس مسلم، يعني بالناقص منه، لأنك ما بتستفيد منه بشيء. عرفتوا كيف؟ هذا معنى إنسان كفر يا جماعة، مش إنه كفر أنا لقط السيف بدي، لا، كفر إنه انصحه أن هذا خطر مطلوب تتركه قبل الموت، لأنه إن جاء ملك الموت خلص، لا ما بيعطيك فرصة، ما بيقول لك روح ظبط أمورك. وقصة أختم بقصتين، هودي عادة بترددوا على سمعكم بالعزيان. واحد من الجبابرة من بني إسرائيل، مين إسرائيل؟ عبد الله، إسرائيل معناها عبد الله، يعني نبي الله يعقوب، وهذا الاسم كان المسلمين يسمون أبنائهم إسرائيل، ولكن للأسف هلا بس تقول هذا الاسم بتروح الله أعلم هلا التليفونات شو عم بيصير، ولكن هذا دين الله، الله تعالى يرحمه، ما هيك؟ طيب، هذا الجبار كان له قصر وجنود وخدم وحشم، قال للجنود اليوم لا تدخلوا علي أحد، يعني ما بدي أشوف حدا، بدي أقعد بالقصر ولا ما بدي أشوف حدا. قال له ماشي. فبينما هو جالس في داره دخل عليه شخص. هلا الملائكة شو قلنا؟ الله تعالى خلقهم من نور، لهم وظائف، منن إناث، منن هودي بحطون على التلفزيون جوانح، أولاد صغار عريان، لا
ملائكة الله تعالى خلقهم من نور ولهم مظاهر. من هؤلاء الملائكة مين؟ سيدنا عزرائيل عليه السلام. شو وظيفته؟ قبض الأرواح. حتى إسرافيل الذي ينفخ في الصور، عزرائيل عليه السلام هو من يقبض روحه ثم يميته الله. تعرفوا سمعانين بحديث جبريل الطويل، بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث. شو قال الصحابي سيدنا عمر؟ قال لا يعرفه منا أحد. ماشي؟ يعني بيتشكل بأشكال البشر من غير آلة الذكور. ماشي؟ دخل هذا الشخص على هذا الملك فقال له الملك من أنت؟ ومن أدخلك دار؟ قال من أدخلني الدار فربها، وأما أنا فمن لا يمتنع مني كل جبار عنيد وشيطان مريد. قال له أنت ملك الموت. قال له نعم. قال له أمهلني لعلي أحدث عهدا. قال له هيهات هيهات. شو يعني هيهات؟ لبلشنا نحن أول شيء باللغة العربية هيهات، يعني كيف تقول له واحد بعيد عن دقنك مثلا؟ قال له هيهات هيهات، يعني هذا أمر بعيد عنك. قال له هيهات هيهات انقضت أنفاسك، يعني كل واحد منا بياخذ نفس، يا بيرجع يا بيشهر بيرجع بيصبر أو العكس، ولكن اعلم وتيقن أن جايك هذا الوقت جاي. هلأ بعد يومين بعد شهرين بعد سنة غالب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعمارهم بين 60 و70. قال لملك الموت إلى أين؟ أنه قال له إلى لظى نزاعة للشوى ثم وقع صريعا. وقع منها. شو كان عمله لملك الموت؟ أمهلني لعلي أحدث عهد. عهد شو؟ لو كنت بدك تعمل كنت فعل. وأمر آخر، إنسان في هذه الدنيا قد يعيش عيشة الملوك، ولكن في قبره قد يكون معذبا، وفي حشره معذبا، ونهايته إلى نار جهنم. شخص حفار القبور اشتغل يحفر شو؟ القبور. قال في أحد الأيام اجاني 3 جنائز. قال حفرت الأول ثم الثاني ثم الثالث فاشتد علي حر الشمس. قال فغطى قبر من القبور ثم جلس ينتظر من هذا بالأجرة، يعني بياخد مصاري بس يجوا بيدفنون بيقبضوا بيتيسر. سيئبت كان بزي هذاك النهار جيت نزل. قال فبينما أنا جالس في قبر من هذه القبور الثلاثة جاء شخصين على فرسين. هؤلاء الشخصين كمان شو؟ من الملائكة. قال الأول للثاني اكتب. قال ما أكتب؟ قال مد النظر بمد النظر. يعني قبر بيكون موسع على صاحبه شو؟ مد النظر بمد النظر، ثم تحول إلى القبر الثاني. قال اكتب. قال ما أكتب؟ قال فرسخ بفرسخ. الفرسخ يعني أكثر من 300 متر. يعني تخيل أنت قاعد ببيت 200 متر مربع، قديش بتقول اوه بحرك محمد مثلا عنده بيت سرايا ما شاء الله بسع 1000 رجل، فاهم؟ ثم تحول الى القبر الثالث. قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال فتر بفتر. الفتر من راس السبابه الى راس الابهام. قديش يعني من شاطر بالحسابات النظريه؟ 20 جماعه بنصر انجل بيطلعوا 5-6 سم من راس الابهام الى راس السبابه. ايام 15؟ طيب ماشي، تعال مش 15 بس ستيل يعني مش قد ايده للانسان. قال اتت الجنازه الاولى الميت ومن يحمله. قال فصليت على الميت معهم ثم سالتهم هدني. قال هذا انسان غريب ميت ومسدود وين؟ على المزبله. فدفنوه في اي قبر؟ الذي قال عنه الملائكة مد النظر بمد النظر. يعني هذا كان أخذته وين مسدود؟ على المزبلة، ولكن عند الله قبره منعم، يعني عند الله. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كان بالماضي
المسلمين يصلوا ويستسقوا حتى ينزل المطر، ما ينزل يأتي واحد، ما حدا قد يقال بأيام ما قد يعمل له حساب، يصلي ركعتين ثم يدعو الله قبل ما يخلص ينزل المطر. هذا شو؟ إنسان غريب مسدود على المزد، ليه؟ كان في قبره شو؟ منعم. ثم أتت الجنازة الثانية، الميت كمان معه اللي بيحملوه كم واحد، حطوه بالقبر شو؟ الذي قال عنه الملائكة فرسخ بفرسخ، 70 ذراع، الذراع يعني من رؤوس الأصابع إلى شو؟ إلى المرفق. هذا اسمه شو؟ اسمه المرفق. الله تعالى قال، نحن نقول له كوع، ما نصح. الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق بآية الوضوء، ما هيك؟ إذا إلى الكوع تغسل لهون يعني. هذا الكوع. فسألهم هذا مين؟ قال هذا إنسان بيسقي الناس الماي وبيمر. وله أولاد يتامى. قال ردوا المال على أولاده ما أخذ أجرهم. كمان الأولاني أنه الميت اللي حملينه. نظر الجنازة الثالثة. قبيل الغروب جاءت جنازة مين؟ واحدة من بنات الملوك. خدم وحشم وعسكر، تعرف بده يجمعوا الله. فكان قبرها شو؟ فتر بفتر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، إن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فإن تلوث إنسان منا بكلام كفر، كان سب الله أو سب ملك الموت عزرائيل أو سب الصلاة أو استخف بشيء الله تعالى عظمه، استخف بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن الله تعالى جسم قاعد على العرش، أو فسر الرحمن على العرش استوى بقعد، إذا فسر الرحمن على العرش استوى بقعد يكون شبه الله تعالى بخلقه، بيكون شتم الله يعني سب الله. حرام أنك تفسر القرآن على زواج. استوى في اللغة لها أكثر من 10 معاني، ومن معانيها قهر وحافظة وأبقى، هذه معاني تليق بالله. ماشي؟ ما بتأخذ القرآن على ظاهره. الله تعالى قال يضل يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. ماشي؟ أو فعل فعل الكفار مثلا، ضغط المصحف مثلا مع علمه أنه هذا الكتاب مصحف ثم رماه في القاذورات، أو داس على المصحف. هلا بس قلت لكم داس على المصحف، بعضنا شو بيعمل؟ إن أعوذ بالله، مظبوط؟ بعض الناس اللي عندها مطابع وعندها جهل بتعمل المصاحف مثل الدرج مشان يطلع يحط المصاحف فوق. إيه نعم. هيدي قلنا إحنا الحمد لله إنه 100 دولار تبعتنا مش مكتوب عليها God. God معناها الله. يعني إذا لقيت 100 دولار أمريكاني بالأرض وشفتها ودعست عليها هذا كفر، لأنه اسم الله عليها مش من شأن 100 دولار، الأمر كاملي مش الكندي، لأجل اسم الله، لأجل شو؟ اسم الله. هذا كيف ينعرف هذا؟ بتعلم علم. فمن تلوث بنوع من أنواع الكفر كيف يكون رجوعه إلى الإسلام؟ بالشهادتين، بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماشي؟ يتشهد يخلص من الكفر ويرجع إلى دين الإسلام. وهذه نصيحة يا أخواننا، هذا ما ينجي الإنسان. القصة اللي حكيناها عن هذا الإنسان الذي أخرجت له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مسلم. مهما قصرت في الدنيا ومهما فعلت، تعلم مشان تعرف إذا أخطأت كيف تصلح، ولا تنشغل بالدنيا، الموت يأتي بغتة. يعني بدي أسألكم سؤال بصراحة، يعني أغلبنا هون أو أكثر من 90% بيعرف هذا الإنسان الذي مات، معك؟ شو؟ رامي أخونا الذي مات، أغلبكم بيعرفوا ولا لا؟ مشان هيك جيتوا على، ما هيك؟ مين كان متوقع أنه يكون أولنا فراقة؟ اللي كان متوقع يرفع إيده، قد يقال يحط إيده على الطريق، ما بتعرف؟ هذه آجال الله تعالى غيبها عنا.
من شان شو انت حتى تكون مستعدا دائما للموت، حتى تكون مستعد دائما للموت. اعمل في الدنيا بما يرضي الله واعمل في اخرتك كانك تموت غدا. عرفتوا كيف؟ فنحن نسال الله تعالى ان يرحمنا وان يبعد عنا الكفر وان يبعد عنا الجهل وان ينفعنا بما علمنا. ونسال الله تعالى ان يكون من كان سببا في اجتماعنا نحن. هلا العزاء الى ثلاثه ايام يا اخوان، ولكن انسان صديقه مثلا لاخونا رامي رحمه الله، يعني احنا ميته الشباب يعني بيعز علي بيقعد بيبكي، فانت فيك الميت المؤمن ينتفع، ان تصدقت عنه ينتفع، ان تصدقت بنيه خالصه لله ينتفع. المؤمن ان قرا القران بشكل صحيح ثم اهدى الثواب الى هذا الميت المؤمن ينتفع، والاموات المؤمنين ينتظرون الهدايا من الاحياء المؤمنين. ليش عم بقول المؤمنين والمؤمنين؟ ما انا انسان حتى يهدي الثواب مطلوب يكون له ثواب، هيك؟ يا ابو مطلوب يعني شو يكون؟ مؤمن. نقعد بالعزاء مثلا نقرا الفاتحه مثلا. قديش قرا؟ قرا ولا ما قرا؟ لا انا بقعد بقرا منه انا بنتفع منه هذا الانسان. ما هو مين منا بيروح بيعزي الانسان هيك رفع عدد؟ انا ظني فيكم مش اغلبنا بروح لله. طيب ما انه انت بتنتفع وهذا الانسان شو بيعمل؟ ينتفع. فاقرا الفاتحه، اذكر الله بشكل، حتى ذكر الله، يعني اذا بدك تصلي على النبي ما بتصلي على محمد؟ حرام. تقول اللهم صل على محمد، النبي صلى الله عليه وسلم هيك اسمه، ما اسمه محمد ابن مدري شو، لا اسمه محمد ابن عبد الله. ما انك عم تحكي عن مثلا ان اردت ان تقول هذا فعل الله هذا تقدير الله، بعضهم بيقول لك هذا شغل الله، اعوذ بالله. مين قال لك فيك تقول هيك عن رب العالمين؟ بتقول هذا تقدير الله، هذه مشيئه الله، هذا قضاء الله. هيدي الامور يا اخواننا ما في مجال. يعني انسان، بتعرفوا ملكه بريطانيا؟ بتعرفوا هيدي المراه مش مين ما كان بيقدر يوصل لها ويصافحها؟ ما بيقدر. في ناس معينين يوصلوا له حتى شو بيعملوا كمان حتى او انسان بديش روح على خلينا بكندا، قد يقال نحن نفس المقاطعه بس ماشي. اذا وقفك البوليس شو بتعمل؟ بتصير تنقي الكلمات شو تنقاي مشان شو مشان ما يكبر لكش. مظبوط ولا لا؟ عم بحكي انا شيء من الكتب الامم السابقه يا اخواننا ولا عم بحكي شيء واقع؟ خوفا من شو؟ خوفا شو محمد؟ خوفا من شان ال 200 ما يصيروش شو؟ 400. خوفا من شان شو؟ ما يروحوش البوينتس من شو؟ من دفتر السواقه، لانه يعني راح دفتر السواقه بطل فينا سوق نتلبك بالشغل، صح ولا لا؟ الله تعالى خف من الله، قد يكون خوفك من الله سبحانه. فانتبه لما تقول، فانتبه لما تقول. هذه نصيحتي لكم. يمكن طولت عليكم يا اخواننا، بس للاسف بعضنا لا يذكر الموت الا في مناسبه الموت، وبعضنا بس يسمع في قراءه القران شو بيقول؟ بيموت. مين؟ لا القران بس بنحط بالعزاء. مظبوط عم بحكي ولا لا؟ فهذه الدنيا كالحية غرارة، من مال عنها سلم منها ومن مال إليها تلي فيها، هكذا قال السيد أحمد الرفاعي. فأنا أسأل الله تعالى أن يرحم من كان سببا في اجتماعنا هذا. الشباب بارك الله فيهم قرأوا ما تيسر وأوصلوا له الثواب، ونحن أنا أسأل الله تعالى أن يوصل مثل ثواب ما فعلت من العمل الصالح إلى روح أخينا رامي رحمه الله. نسأل الله عوضه الله الجنة. إذا حدا عنده سؤال عندي ذكرناه بعد ما نخلص بعد العشاء كمان أنا جاهز. ماشي؟ الله الله.